يعني لنا برضو توك مع الزملاء اليونج جينيريشن فيزيشنز والدكاترة في الوحدات الصحية وفي القوات المسلحة وفي التأمين الصحي، ان هم يبقى عندهم وعي بأمراض الغدد الصماء عامة، وخاصة الغدة الدرقية ووظائفها المختلة اللي بتحدث بنسبة كبيرة. وان اي مريض يجي وبيشتكي بأعراض معينة يشك انها قد تكون لها علاقة بالغدة الدرقية وظيفتها، مفروض يبتدي حتى يطلب وظيفة الغدة الدرقية، ومش لازم جميع وظائف الغدة الدرقية في المعمل، يطلب حاجة اسمها TSH اهم هرمون للغدة الدرقية. لو وجد ان TSH او الهرمون ده اقل من الحد الطبيعي بتاع المعمل، يبقى دي بداية اكتشافه لخلل في وظيفة الغدة الدرقية، ويبقى الأمانة الواقعة على عنقه اللي هو يريفير أو ينصح المريض بالذهاب إلى بداية طبيب متخصص غدد بطن على الأقل في الأول، لكي يكمل التشخيص ولكي يبدأ العلاج. وفي هذه الحالة هتبقى نتائج مبهرة. ولو عايز يزود حاجة غير TSH كمعمل، ووجد وهو بيكشف على الرقبة بتاعت المريض دي، مش لازم يكون متخصص، ان هناك حاجة زي الفراشة بتتحرك او حاجة صغيرة كده زي الليمونة في الجزء السفلي من الرقبة وتتحرك مع البلع، مفروض يطلب موجات صوتية على الاقل، ودي اسهل بحث اشعاعي وارخص بحث اشعاعي، ملوش اي سايد افكتس ولا له اي اثار جانبيه، مجرد بس يطلب موجات صوتيه على الرقبه. وفي هذه الحاله هيبتدي التشخيص، ويبقى هيفيد المريض في جميع المراكز اللي هو بيشتغل فيها. دي نصيحتي، ويا ريت ما تنساهاش.